انت ازاي تدي لنفسك الحق تكلميني بالطريقه دي؟ انت ناسي انا مين؟ يا ماما حرام عليكي، بابا لو كان انسان عادي كنت على الاقل هتدي له الصدقه. انت عارفه موقفي منه ليه؟ ايوه انه اتجوز، بس دي بقى مجرد شماعه بتعلقي عليها سبب اسودك عليه. بابا اللي هو اول ولا اخر واحد اتجوز على مراته. لو رجاله العالم كلها اتجوزوا على ستاتهم انا لا. اشمعنى انت لا؟ ليه انت لا؟ انت ازاي توجهيني سؤال زي ده يا بنت؟ لا انا عايزه اعرف انت بتعاقبي بابا بالقسوه دي ليه؟ محدش فينا كان له فضل عليه، دايما فضله على الكل. احنا عايشين في العز ده بسببه هو. كان مال حرام بس هو دلوقتي بيتعاقب. الله الله الله، ده انت كده بقى بتلاقي له مبرر في كل تصرفاته معايا. ارجوك يا ماما تعفيني من الاجابه دي لانها مش هتعجبك. انا جايه ابلغك رساله انسان بيودع الدنيا وعايز يشوفك بالحياه. روحي له، جايز يكون عنده كلام عايز يخلص بيه ضميره وضميرك انت كمان. التقرير اللي جه من القوات المسلحة ما يختلفش كتير عن التقرير اللي حضرتك توصلتي له في الفترة الأخيرة. نوبات هياج مفاجأة تقود أحيانا إلى الاعتداء على الآخرين. في الجيش طبعا ده موضوع خطير جدا لأن حضرتك عارفة إن المجند بيبقى معاه سلاح. بس المهم إن احنا اتأكدنا إن زهير بعيد تماما عن ادعائه للمرض. أنا شاكك في حاجة، مش يمكن يكون بيدعي كل ده علشان يخرج من الجيش؟ أبواب الاحتمالات كلها مفتوحة، وبكده هتبقى مسؤوليتك أنت أكبر. اسمحي لي يا دكتورة أسأل حضرتك عن مصير المسرحية اللي عملناها أنا وجمال امبارح. مستعجلة على المليون؟ عموما لو حافظنا على سرنا هنوصل لهدفنا. كلها كام يوم؟ خليه يتفضل. نتكل على الله. اتفضل. اهلا 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 بالراجل الطيب. صباح الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا. والله لما الدكتوره قالت لي ان حضرتك عايزاني كنت في غايه السرور. اتفضل طيب اتفضل. واللي انا هقوله لك بقى هيزيد من سرورك. خير يا دكتوره، ربنا يجعل كل ايامك سعيده. مبروك يا استاذ عبد الله. اخويا ادريس اعترف قدام النيابه ان الحسابات اللي باسمك مالكش صله بيها ابدا ولا اي مبالغ محطوطه فيها. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ربنا يفرح قلبك بكل الاخبار الحلوه. انت تستاهل كل خير يا استاذ عبد الله. كفايه اللي انت عملته مع الدكتوره منال، انك جبت لها الحاجه فضيله، وكمان اللي عملته مع ابنها وما خليتوش يخرجها من عندها. لان ما حضرتك بقى صالح ده ابني، انا خلفتي كلها بنات والحمد لله. ولما الست والدته جابتهولي عشان اشربه الصنعه قلت لها لا، العلام قبل الصنعه، وهو بسم الله ما شاء الله خد شهاده الصنايع وبقى انسان محترم. ما هي كمان مش قادره تنسى ابدا انك وظفته لها في الغردقه. ده ربنا بيحبه، ده كان خلاص رايح العراق، وحضرتك بقى عارفه العراق واللي بيحصل فيها. انت ليك حد في العراق يا استاذ عبد الله؟ اخويا بقاله هناك فوق عن 15 سنه واتجوز هناك وبقى واحد منهم، وهو اللي كان هيشد صالح معاه وشغله هناك، لكن الحمد لله ربنا ستر. مساء الخير. مساء النور. رؤى حبيبتي انت جيتي في وقتك. كنت عايزه منك خدمه قد كده واعتبريها صدقه. ممكن تسلفيني الموبايل بتاعك؟ ماشي يا ستي، بس صدقه قصاد صدقه. يعني ايه؟ يعني انتي هتباتي مع ودود النهارده عشان انا وشوشو مش هنقدر نبات معاها. ليه بقى ان شاء الله؟ اخوك يا ستي عزمني على مسرحيه عادل امام، وانتي عارفه اخوكي ما هيصدق اقول له اجلها لنا كام يوم، هيقوم ياجلها خالص. طب وشوشو؟ شوشو يا ستي قاعده في المكتب بتجهز للسفر. بصراحه بقى ودود بنت خالك دي عامله زي مفتش التموين، بتتلكك لي على اي غلطه عشان تعمل لي محضر. ما تجريهاش في الكلام، ما تركزيش معاها يعني. طب هاتي الموبايل بقى، ربنا يخليكي سلفيهوني. اسلفك ايه؟ ده انتي بتقعدي ترغي في الموبايل ساعه، هسلفك ساعه؟ انا هسلفك ليله بحالها مع الاخت ودود. خليكي جدعه وهاتي الموبايل. حاضر يا ستي، امر لله. خدي يا لحوحه. نسيت اقول لك خبر
طازة مهند راجع من السفر بعد شهر. طب ما انا عارفة. شوف الواد ضحك عليا وقال لي اني اول واحدة اعرف. يا عبيطة ما انتي فعلا اول واحدة تعرفي، بس بعدي انا وماما. ماشي يا مهند ماشي. بقولك ايه، خفي عن الموبايل وبعدين ما تقفليش وراكي الباب، هما دقيقتين مش اكتر. مساء الخير. مساء النور. جيت بدري ليه؟ وبعدين مالك مبوز ليه كده؟ اصل انا رحت القصر العيني علشان هتكلم مع خالك ادريس في مساله اعترافه للنيابه. لقيتهم نقلوه العنايه المركزه. مفيش داعي لوجودكم، روح. الدكتور منع اي كلام معاه والنيابه منع الاتصال بيه. يعني ايه يا عمتي؟ يعني انت وهي تروحوا تشوفوا شغلكم. طب يلا يا ماما عشان اوصلك. لا 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 انا هوصلها، انا معايا عربيه رشيد. لا انت ولا هي، انا هقعد مع ماما شويه وبعدين انا اللي هوصلها. طب انا همشي دلوقتي، ماما حابت عندك النهارده. لا خليك انت مع جوزك، انا اللي هروح ابات معاها. يلا اتكلوا على الله. يلا شي عادي. تصوري يا كريمة، طول المدة اللي أنا عشتها مع إدريس مرت قدام عينيا في لحظة وأنا واقفة. أعترف لك إني ما لقيتش فيهم يوم واحد يخليني أكره. أنا اللي أعترف لك إن دي أول مرة وداني تسمع الكلام ده بعد الموقف الجامد اللي كنت واخداه معاه. دلوقتي لا، الراجل اللي نايم جوه ده جوزي، عشرته 26 سنة، عشت معايا أسعد لحظات حياتي. أنا كل ما أفكر إن الموت قريب منه وهجيله في أي وقت أحس إن أنا افتريت عليه لما قلت إنه ظلمني. مش جايز جوازه من الست التانية ربطتي أكون أنا المسؤولة عنه. لازم دلوقتي اعترف له بده، مش كده؟ ده كلام عظيم، بس فهميني هتنفذيه ازاي؟ هجمع كل الفلوس اللي تحت ايدي واسلمها للبنك. مش يمكن لما نسلمهم مبلغ كبير النيابه تفرج عنه بكفاله وتكون دي وسيله لشفاه ويخرج من ازمته؟ ده اكيد، وانا هساعدك. وانا هسلمك بكره الصبح نص مليون يورو، يعني تقريبا 3.5 مليون جنيه مصري، زائد الخمسة مليون اللي شايلينهم امانه في حساب الشركه، بقى المجموع 8.5. يعني اكتر من نص المبلغ اللي البنك طالبه من بابا. المبلغ اللي طالبه البنك مبالغ فيه قوي، وطبعا بعد اعتراف الاستاذ ادريس هنجيب خبير يفحص المستندات ويحسب الارقام الصحيحه. يعني احتمال المبلغ الاجمالي يقرب المبلغ اللي معانا او يفرق عنه فرق بسيط. عايدة انت شكلك مجهد قوي، ممكن تخشي ترتاحي في اوضه مهند؟ لا يا عمتي انا هروحها وحبات معاها كمان. قومي يا ماما. انا عمري ما كنت حاسه ان انا كويسه زي دلوقتي يا جماعه. معلش قومي يا ماما قومي. شوشو اي دكتور، نتقابل بكره الساعه 9 في البنك عشان اصرف الفلوس واسلمها لك توصليها لماما. حاضر يا دكتور عن اذنك. طيب بعد اذن حضرتك يا دكتور. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. صعبان عليا قوي عايدة، نفس الجمله قالها ادريس وهو بيعترف قدام النيابه. استاذ ياسر انا معتمد عليك في الموضوع ده. ما تقلقيش حضرتك، حضرتك بس جمعي كل الفلوس اللي تقدري عليها وانا هتصرف مع البنك والنيابه بالشكل القانوني. متشكره قوي. انا اذنك. تحت امر حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. باي يا شوشو، خلينا نشوف. اوكي نعم. طيب انا سلام بقى. انت رايح فين؟ انت يا استاذ اللي لادي عزبنجه عشان موسى بيت عند ودود، اقعد اتعشى معانا. على فكره انا مش هلغي عزومه المسرحيه زي ما قلتي لنوسى. ها هي الجبانه دي قالت لك؟ اه قالت لي.
ماشي يا نوسه. طيب تحب تتعشى ايه النهارده؟ بيض بالبصل. بتدوري على ايه؟ على كتاب مهم قوي بس يظهر ان نسيته في باريس. روايه يعني ولا ايه؟ انا هدور على روايه يا ايناس، وبعدين انا مش بالسفه ده عشان اضيع وقتي في قرايه هرطقات لا قيمه لها. هرطقات؟ ولا مني مش فاهمه يعني ايه هرطقات دي، لكن يظهر كده والله اعلم انك بتدوري على كتاب دين. مفيش حاجه اسمها كتاب دين، لان الدين هو كل حياتنا، كل اللي بتعمليه ليل نهار داخل تحت مظلة الدين. وعموما يا ستي عشان اريحك انا كنت بدور على كتاب بيتكلم عن عذاب القبر، وكنت ناويه اديهولك الليله دي تقري فيه شويه بدل المجلات الاباحيه اللي قاعده تقراها لي دي. اباحيه؟ الله يسامحك، عموما انا ما كنتش بقرا مجله اباحيه ولا حاجه، دي مجله بتتكلم عن المراه العصريه. ما هي دي الكارثه، امراه عصريه يعني عايشه باساليب العصر، والعصر في نظرك هو العلمانيه. الله يرحم ايام زمان لما كنت بتقري نفس المجلات، واما اسالك تقولي لي على الانسان ان ينفتح على ثقافات العالم، فاكره ولا نسيتي؟ يهدي من يشاء. عليكي نور، ربنا بقى رب قلوب. شكرا على الموعظه يا شيخه نوسة. انا مش شيخه ولا حتى بقول مواعظ، بس مش هيجي عليا يوم ادب فيه سكينه في قلب انسان اقرم الي 26 سنه باسم الشر. ما تصغريليش كده، انا ما قلتش كلام كفر ولا قلت كلام اندم عليه، عارفه ليه؟ عشان انت تستحقيه. من فضلك يا إناس، أنا مش محتاجة حد معايا، لأني مش محتاجة ونس. حبيبتي أنت فاهمة غلط، مين قالك إن أنا جاية علشان أونسك؟ أنا جاية هنا علشان أحرسك. بس يا رب يا رب تفهمي كلامي صح. مامي، أنا عايزاكي تسامحيني على اللي عملته. أسامحك على إيه يا حبيبتي؟ أنت عملتي حاجة؟ مجرد كلمتين قلتيهم وكان ليكي حق فيهم. كان بإمكاني أمنعه أول ما حسيت إنه بدأ يمد إيده على فلوس البنك. أيوه، لو كنت كلمته كان طوعني، إنما كان ممكن تحتفظي بالملايين دي كلها ومحدش يقدر يجبرك إنك تتنازلي، كان هيتحسب لك. سبحان الله، بيغير القلوب في لحظة. وأنا واقفة قدام العناية المركزة حسيت بخوف فظيع، حسيت ان الراجل اللي نايم جوه ده جوزي، ابو بناتي وعشرة 25 سنة. حسيت انه خلاص هيروح مني، انه ممكن يموت وما يرجعش تاني. حتى هو بعيد عنك طول الفترة اللي كان مسجون فيها؟ كنت حاسة انه هيخرج ويجيني وانه هيرجع لي تاني. لا، مش ده السبب الوحيد، في سبب تاني. رغبتي في جمع الفلوس وخوفي على ان اي حد ياخدهم مني. كلنا ممكن نضعف يا ماما قدام المال. انا لا، انا عمري ما كنت محرومة، لا قبل الجواز ولا بعده. صحيح مش لدرجة الملايين، بس ما كنتش محرومة. كل ده ملوش أي أهمية قصاد موقفك الجديد ده. قولي لي بقى، أنت كنت بتدوري على إيه وأنا ساعدك؟ شوية ورق ومستندات تثبت ملكية باباكي لعدة محلات تجارية، وأعتقد إن ده السبب في إنه طلبني للزيارة،
كان عايز نجمع الفلوس عشان اردها للبنك. ياه بجد يا ماما، احنا كده ممكن نسدد جزء كبير قوي للبنك. صدق يا ماما بالله، لا اله الا الله، رغم الازمه الشديده اللي احنا فيها دلوقتي الا اني مبسوطه جدا انك رجعتي امي بتاعت زمان. خساره يا الف خساره. اكتر حاجه تحزن الانسان انه ممكن يفقد حب عاش 25 سنه. 25 سنه. طول الوقت في الحزن ده. وحشتني قوي يا حبيبتي. طب عشان خاطري، عشان خاطر الدموع دي، تعالي نغير جو وننزل نقعد تحت مع بعض. يلا. بقولك ايه يا نسوم، انا عارفة ان دكتورة كريمة بتحبك جدا ولا يمكن ترفض لك اي طلب، صح؟ حضرتك عايزة منها حاجة؟ عايزاها تسمح لي بزيارة بابا. بصيلي كده ليه؟ انتي مستغربة ان انا عايزة ازور بابا ولا ايه يا نسمة؟ مش مستغربة ولا حاجة، بس انا عارفة انك ما بتحبهوش. اخص عليكي، انا ما بحبش باباكي؟ ليه تقولي كده يا نسمة؟ عشان يعني احيانا كنا بنشد مع بعض زي اي اخوات عادي، لكن ده مش معناه ابدا ان انا مش بحبه. يا طنط، ده انا سامع انكل يوسف بودني وهو بيقولك انك عايزاه يموت عشان تورثيه. وهو ده الكلام اللي انا خايفه ان انكل يوسف يروح يقوله لبابا، عشان كده عايزه ازوره وافهمه ان ده كلام فارغ لا يمكن يبقى صحيح. طب لو الكلام ده مش صحيح، ليه ما خلتنيش اتكلم مع انكل هارون؟ مش يمكن يعرف اي معلومات تفيد بابا؟ اقسم لك لو في حاجه تفيد بابا انا اول واحده هتقولها. وبعدين انا بجد زعلانه منك، يعني ايه تتصوري ان انا ممكن اتمنى الموت لبابا؟ طب ليزي غلط، ممكن تخليني اتكلم مع انكل هارون؟ انكل هارون، انكل هارون الحيوان ده ما يتقالش عليه انكل اصلا. طب ايه الامانه اللي هو عايزها من حضرتك؟ مفيش لا امانه ولا يحزنون يا حبيبتي، ده بني ادم حرامي نصاب. هو عارف بابا قتل ماما ليه؟ وانت عارفه، انكل يوسف كلكم عارفين. انا بجد بكرهكم كلكم. مالك يا بكيت؟ من ساعة ما قعدنا ما قلتيش كلمة واحدة، حتى صباح النور قلتيها مكشرة. والله قبل ما تسأل أعرف الأول أنت عملت إيه؟ أنور قال لك حاجة؟ إيش معنى أنور يعني؟ لا أبداً، بس هو أنا جاي كان قاعد معاكي. والله كتر خيره، الراجل قال لي على اللي أنت مخبيه عني. أنا؟ أيوه يا عثمان أنت. شوف، احنا من يوم ما اتقابلنا اتكلمنا في كل حاجة، اتصالحنا في كل حاجة الا الشيء الوحيد اللي كان المفروض تكلمني عنه، موضوع ودود. لسه نيت لما انور هو اللي يحكي لي ويقول لي ان ودود رجعت من السفر وانه حصل منها اللي حصل. ايه يا عثمان؟ ما كنتش عايز تحكي لي؟ اللي قلته للناس كوم، واللي انا عاوز اقوله لك كوم لوحده. ومستني ايه يا عثمان؟ مستني تفوقي من مشكله الاولاد. مالكش دعوه بمشكله الاولاد، انت وعدتني انك انت هتشيلها عني، اديني فرصه ان اشيل مشكله ودود معاك. ودود مش مجرد مشكله يا بكيتة، ده هم كبير. وماله؟ اشيله معاك. تصوري انها تقولي اني في مقام ابوها، يعني زي اي انسان، مع ان الكتف ده هو المكان الوحيد اللي كانت بتستريح عليه، كانت بتنام مطمنه وتروح في النوم وهي صغيره وهي بنوته، او حتى وهي كبيره عروسه تملى القلب والعين.
ازاي فجأة كده الإنسان يفضي قلبه من كل المشاعر؟ أنور يقول لي إن الموضوع كان في دماغها قبل ما تسافر، لكن أنا بقول لك لا، أنا الوحيد اللي عارف حقيقة ودود. شفت يا عثمان؟ يعني أنت واثق متأكد إن الكلام اللي قالته ده من طرف لسانها مش من قلبها؟ وما تسابتني ليه؟ دي رفضت تبص لي، تقول لي إن وجودها معايا معصية لله لأني مش أبوها. أمال أنا إيه؟ أنا مين؟ أرجوك إيه؟ إيه يا عثمان؟ المهم قولي الدكتورة كريمة رأيها إيه في الموضوع ده؟ أنا اعتبرتها حالة مرضية زي الطفل اللي عنده سخونية، لازم نعالجه بحذر. بس أنا عرفت إن ودود بتتكلم في الحلال والحرام، يعني معناها إنها واخدة المسألة بجد. ما هو الحلال مش ضد الرحمة، وده المعنى اللي أنا عايزة أوصله لها. أيوة بس عثمان مش هيصبر أبداً، ده هيتجنن خلاص. عشان كده من فضلك حاولي تتدخلي بسرعة. لازم يصبر يا باكيتا، ده إذا كان عايز يصلح الوضع ده. يعني أنت خايفة إن ودود بترجعش زي الأول؟ ودود حصل لها تحول، وأي تصحيح للوضع ده هيفشل. طيب تفتكري يعني ممكن أساعد في الجزئية دي؟ دورك أنت محصور مع عثمان مش مع ودود. بس الحقيقة عثمان صعبان عليا قوي. عموما الحمد لله انك رجعتي في الوقت المناسب، عثمان محتاج وجودك جنبه. الفضل يرجع ليكي انت، ان عثمان عارف عنواني ولقاني. المهم بعد ما رجعتي ناويين امتى؟ يعني نحل مشكلة ودود الاول. انا شايفة في عينيكي كلام عايزة تقوله لي. في ايه؟ اولا اخويا ربنا بيحبه عشان انتي دخلتي حياته. متشكرة قوي. وثانيا انتي هتعيشي مع راجل رصيد الحب في قلبه كبير قوي. مستحيل يا مدام، الكلام معاه في الوقت ده بالذات مش في مصلحته. هي حالته صعبة قوي للدرجة دي يا دكتور؟ ادعي له يا مدام، ادعي له. يعني افهم من كلامك انه لو مات يبقى القضية شطت وخلصنا؟ يعني ايه لا؟ الله، مش هو المتهم؟ يا نهارك اسود يا فارق، يعترف ضدي يعني ايه يا جدع؟ ده بيع وشارة، يرجعوا عليا بايه؟ لا بص يا فارق، انا مش فاهمه ايتها حاجه من كلامك الملعبك ده. انت تسيب اللي في ايدك دلوقتي حالا وتجيني؟ نقعد ونستف ورقنا. حسك عينك يا فارق تتاخر عليا وتقول لي ابصر ايه ومدرك ايه وورايا جلسه؟ يكون في علمك انا هرشك كويس قوي، وعارفة يا حبيبي ان انا الزبونة اليتيمة اللي حالتك. سلام. ايوه يا اللي بتخبط متصربة على ايه؟ الله. نعم. صباح الخير. صباح النور. ممكن نتكلم مع بعض دقيقتين؟ انتي بالذات انا ماليش كلام وياكي بعد شغل الحاوي والثلاث ورقات اللي عملتيه وياي. الظروف اتغيرت يا ست رباب. سلامات يا ظروف، وانا داخل ايه بالظروف؟ لما هنتكلم مع بعض هتعرفي ان ليكي دخل. ماشي يا ست الدكتوره، اتفضلي. لا تعالي يا حبيبتي هنا، هنا اقرب. انت عارفه اللي حصل لادريس يا ست ربا؟ خير؟ تعب ونقلوه المستشفى، وبعد كده نقلوه على العنايه المركزه. وبعدين انا قلت اقول لك عشان ده جوزك برضو ولازم هيصعب عليكي. بقول لك يا ست الدكتوره، لو عامله نفسك يا حبيبتي انك مش عارفه انه اخوك طلقني، اديني بقولها لك عشان توفري وقتك وتقلبي على الوش التاني اوام اوام. حتى لو مش جوزك المفروض تحسي ناحيته بالرحمة، ولو على سبيل العرفان بالجميل. هاتي من الآخر يا دكتورة، انت عاوزة ايه بالظبط؟ إدريس بيموت يا ست رباب، والموت علينا حق، ومع ذلك ربنا قادر يشفيه. حاجة تانية؟ الطلب اللي أنا هطلبه منك يمكن تعتبريه طلب ساذج، بس هو عين الحق.
كملي يا دكتور، انا بقى سامعاكي وعاوزاك تحللي الفصدوره بتاعه الطلب اللي شكله من بره ساذج وفي نفس الوقت من جوه يبقى عين العقل. بالراحه عليا شويه يا ست ربا، خلي صدرك اوسع من كده. ماشي يا دكتور، انا سامعاكي اهو، اتفضلي. انت طبعا عارفه المبلغ اللي عاوزه البنك من ادريس قد ايه؟ 16 مليون. ايوه يا حبيبتي، واللي خد يدفع. عشان كده عايده قررت انها ترجع كل قرش خدته منه. يا سلام، ونعم الاخلاق، وخصوصا بقى ان الفرخه باضت كل البيض في حجرها. مش لوحدها يا ست رباب، ادريس حول لك مبلغ كبير قوي. ايوه اهو انا كده فهمت بقى يا ست الدكتوره، وانتي بقى يا حبيبتي جايه علشان تحملي من الفلوس اللي كان بيحولها لي المحروسه اخوكي. امال يا دكتوره مش شايفاكي يعني جايبه معاكي حاجه تعبي فيها، شكاره ولا شوال؟ الموقف ما يحتملش تريقه يا ست رباب. يبقى يا ست الدكتوره انتي قلتي في عقل بالك، زي ما سكتيني قبل كده على قفايا في حكايه النص مليون يورو، جايه المره دي عشان تسكيني تاني وتالت. فلوس ايه اللي انت جايه تكلميني عنها دي يا دكتوره؟ اذا كنت انا كنت بصرف على نفسي وانا على ذمته، والمحروسه اخوكي لما طافش وهرب على باريس سابني وما سابليش قرش ابيض اصرف منه. الافضل انك ترجعي الفلوس للبنك، ودي تبقى مبادره منك. مبادره؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي السياسه هرشت نافوخ الكل ولا ايه؟ بقولك يا ست الدكتوره، الكشف المنزلي خلص خلاص، ما عدناش محتاجين خدماتك. انصحك تفكري في اللي قلتهولك وتاكدي انه هيبقى في مصلحتك. لا يا عينيا، لحد كده واستوب في الكلام، ولو ده تهديد يبقى انا بقى يا حبيبتي اللي بنصحك انك تختفي من وش السعاده، والا وعزه جلاله الله لا خليك يا ست الدكتوره تندمي على مجيتك هنا. الو، صباح الخير يا دكتوره. انا جاهزه حسب تعليمات حضرتك، بس مش عاوزه اوصل للمستشفى بدري عشان ما الفتش النظر. انا لسه مكلمه جمال حالا وهو بايت في المستشفى زي ما حضرتك عارفه. ايوه عادل، ايه اخبارك؟ عادي جدا، مفيش اي شخص غير عادي دخل المستشفى. لا يا ريس، انا هنا من قبل 6 صباحا، لا اشخاص ولا عربيات ولا اي شيء غير عادي. لا الدكتوره كريمه ما ظهرتش، لا هي ولا اي حد من مجموعتها، بس جمال زي ما قال لنا الدكتور واصف بايت هنا نبطشي. يا ريس، باين الدكتورة كريمة وصلت في عربية بنتها. ايوه يا ريس،
انت كمان لازم تنزل من المكتب فورا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. واصف وصل؟ لسه ما وصلش. انت جاهز؟ ورجعت كل حاجه ميخ. صباح الخير. صباح الخير. بقول لكم ايه؟ ايوه. لو اتصلت بحد فيكم يبلغ التاني. عايزاكم تفهموا الكلام اللي ما قلتهوش في التليفون. التقرير جاهز ومكتوب على آلة كتابه عاديه زي بتاعه المستشفى. يا سلام، ده تقرير ما يحلمش بيه يوسف بليغ. حسب تعليمات حضرتك. امتى يا جمال؟ فورمة ولا اكتب عادي؟ اكتب كريمة عبد الظاهر وبس. يوسف بليغ ما عندوش نموذج لامضتي. ما شاء الله ما شاء الله. حلوة. مستقبلك في التزوير هايل يا دكتور جمال. كأنه توقيع حضرتك. الو. ايوه خليهم يدخلوا. مفاجأة. يوسف بليغ جايب واحد معاه، اعتقد انه من مكتبه. يبقى غير تسجيل الشريط بشاهد عيان. اتفضلوا انتوا اتفضلوا انتوا. بس بقول لكم ايه، كل حاجه تتعمل بدقه زي ما اتفقنا. حاضر يا دكتور. يلا بسرعه. اتفضلوا بسرعه. متعلقات المتهم زهير الهلالي. اسفه، مفيش اي متعلقات هتدخل للمتهم، ومفيش زياره زي ما قلت لك قبل كده. شيل شنطتك. تحت امرك يا دكتور. اقفل المكتب بعد انصراف الاستاذ، وما تنساش تقفله بالمفتاح. حاضر دكتور. عادل اخرج انت دلوقتي. استنى حضرتك بره. استناني بره المستشفى خالص. حاضر دكتوره. لو سمحت يا دكتور، انت ليه مش عايزه تديني فرصه للتفاهم؟ انت عامل لي كمين ولا ايه؟ طب ممكن تستني بس عشان اعرف اتكلم معاكي؟ من فضلك انا مستعجله وعندي شغل. يا دكتوره لازم تعذريني، اي حد في مكاني لازم يعمل كده واكتر من كده كمان. اتفضل اقرا ده، يمكن ده يطمنك. ممكن تديني منه نسخه؟ انت بتهزر؟ طب وانا ايش عرفني ان هو ده التقرير اللي هتستلمه اللجنه مع زهير؟ ما انت هتشوف ده بنفسك بعد نص ساعه. طيب انا عندي اقتراح، ممكن ننفذ الكلام ده في مكان محايد. يعني ايه؟ يعني انا وانت والمتهم نروح على النيل نخلص المهمه؟ لا لا، ننفذه في عنبر المتهمين. اشمعنى عنبر المتهمين؟ لان هو المكان الوحيد اللي مش ممكن يحصل فيه اي نوع من الترتيبات. صفيه. يا دكتور. بلغ الدكتوره منال لما تيجي اللجنه اللي هتستلم المتهم، انا في عنبر 8 غربي، مش عايزه اي حد يخش عليا قبل ما تيجي اللجنه. حاضر يا دكتور. تسمح لي الشنطه؟ اتفضلي. اسمحيلي التقرير يا دكتوره. انت مش شفته وقريته قبل كده؟ بيتهيألي ان الاستاذ زهير هو الوحيد اللي من حقه يقرا التقرير. اتفضل. شكرا. اتفضل. جمال، المكان اتغير.
أيوة من قاعة التدريب لعنبر 8 غربي. أيوة زي ما سمعت كده. مفيش وقت للأسئلة دي. أنا زيك مستغربة كمان لسه الرسالة وصلاني حالا. طيب أنا هسبقك على هناك. تفضلوا تفضلوا. بقدم لكم الأستاذ يوسف بليغي المحامي. وطبعاً وصل لكم خبر تبرعه بالمليون جنيه لبناء الملحق الجديد. الملحق الجديد هيضم 6 عنابر بحوالي 60 سرير بخدماتهم. الأستاذ يوسف هو محامي المتهم اللي موجود معانا هنا في المستشفى. وطبعاً دي مسألة حساسة جداً، عشان كده أنا قبلت التبرع بشكل علني وهو كمان صمم على كده. أستاذ حسين من فضلك استلم الفلوس قدام المجموعة كلها. سلوك وطني عظيم وقدوة حسنة، يا ريت كل القادرين يعملوا كده. الله أكبر الله أكبر. أستاذ حسين من هنا على البنك دغري وتحط الفلوس في حساب المستشفى. حاضر يا فندم. بس استنى. نعم. اديني الوصل. أخويا يا فندم. الوصل يا أستاذ يوسف، ومكتوب فيه زي ما أنت طلبت بالظبط، تبرع من فعل الخير. والله العظيم مع الشهداء والقديسين كله في الخير. الله أكبر الله أكبر. ربنا يحميك يا رب. فرصة سعيدة يا متر. فعلا امنت انك انت بتسعى لحبل المشنقه. محدش يعمل كده الا اذا كان عبيط او مختل عقليا. يوسف بقولك ايه، افكرك مفيش جنيه واحد هتاخده مني مهما كانت مصروفاتك لحد ما تجيب لي البراءه. دي مش مصروفات يا زهير، دول مليون جنيه عدا ونقدا وطاروا من قدام عينيك في لعبة. بس لازم نعترف انهم طاروا بمنتهى الذكاء ومنتهى الشرف. شرف. على كل حال انا ما يهمنيش اللعبة، انا يهمني النتيجة. وصدقني النتيجة بكل المقاييس كارثة. ولا يهمك، قضية واحدة من القضايا اللي بتجيلك كل يوم، تعويضات مخدرات تعوض المليون خير يا دكتورة؟ فعل خير؟ واضح انك انت ما انتش عارفة يعني ايه مليون جنيه. انا فعلا عمري ما امتلكت المليون جنيه، انما احمد ربنا فعل خير احسن من قضية رشوة. تبقي واهمة لو افتكرت ان انا ممكن اسيبك تفلتي بمبلغ زي ده. الفلوس بقت في ذمة الحكومة، يعني اي تهديد ليا ملوش قيمة. الاستاذ يوسف قدم لي اهانة جديدة قوي. انا كمان نفسي انتقم لحياة اخويا شريف. طول عمرك راجل يا حبيبي. اسف يا ادري، مستحيل. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك يا حبيبتي. انا هقعد اعد الثواني لغايه ما اشوفك ان شاء الله. وانا بقى اسبابي ايه وايه اللي يمنعني؟ هيعملوا فيها ايه يا عثمان؟ الحقيقه المفاجاه كانت حضرتك، انا ما تصورتش انك تلعبي دور زي ده.